هذه أجوبة للشبهة السابق بيانها، حيث يقولون كيف تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونؤمن بالقرآن، كيف جعلتمونا مثل المشركين الأولين؟ تجيبهم بهذه الأجوبة الكثيرة قائلا لهم لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه كافر إجماعا. وتقول لهم أيضا الجواب الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد، وقد ذكر أهل العلم أن من ترك الصلاة يكفر، أو جحد وجوب الزكاة يكفر، أو جحد وجوب الصوم يكفر ولو فعلها، فما ظنك بمن جحد رأس الدين الذي هو التوحيد والذي جاءت به الرسل يكفر؟ ثم الجواب الآخر تقول لهم هؤلاء بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويتصدقون، إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي، ومع هذا كفروا فما نفعهم تلك الشهادة، مثلهم أنتم تقولون نشهد أن لا إله إلا الله لكنكم تعبدون الخلود تذبحون لها وتنظرون، أبطلتم عملكم هذا كله. وجواب آخر تقول هذا علي حرق هؤلاء الذين جاءوا بعلي الألوهية، وهم قوم تعلموا العلم من الصحابة وعاصروا الصحابة، يصلون يزكون يؤذنون يحجون يؤمنون بالقرآن يجاهدون، إلا أنهم ادعوا في علي الألوهية، ومع هذا كفرهم وأحرقهم للنار بسبب مفردهم. أتظن أن من دعا البدوي أو دعا عبد القادر أو السيدة زينب أو الحسين أو السيدة نبيسة وقال المدد المدد أغثني أغثني لا يكفر؟ يعني من اعتقد بعلي يكفر ومن اعتقد بغيره لا يكفر؟ هذا هو البلاء. ثم تأتي بقية الأجوبة عن هذه الشبه، مع أن ما قبله مصنف كافي وافي شافي في رد شبههم، لكن هذا مزيد بسط منه رحمه الله والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. ويقال عباد المعطي فجاح الذين لرسمه الجواب التفي زمان بن العزيز من بني عباس انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويجعلون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعه، فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن بذلك اجلنا على دينهم وكتابهم وان بلادهم بلاد الحرب، فغزاهم المسلمون حتى استنقلوا ما بايديهم من بلدان المسلمين. ويقال عباد نوع بيت القداح الذين ملكوا مصر، وهم يزعمون أنهم فاطميون، ولكن ليسوا بفاطميين، فإنهم من أهل البيت وليسوا كذلك، بل هم مغاربة، بعضهم يقول إن أصلهم يهود، جاءوا إلى مصر واستولوا عليها، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك يصلون ويؤذنون وينصبون القضاة والمفتين، إلا أنهم أظهروا أشياء مخالفين فيها الشريعة الإسلامية، فغزاهم المسلمون واستنقذوا ما بأيديهم، واعتبروا أن بلادهم بلاد حرب، وألف العلماء المؤلفات، ومن جملة من ألف ابن الجوزي ألف كتابا سماه النصب على مصر أو ما هذا معناه، وذكر به أخبارا. لكن هؤلاء منهم من ذكر المصنف عنهم أنهم على هذه الكيفية، وآخرون منهم يدعون أنهم
إله وكان المنصور المعتز يزعم أنه إله ويكتب على أبواب الجوامع سبا لأبي بكر وعمر وينكر بعد. وهذا أولئك لا شك أنهم كفرة. وبنو عبيد القداح يتلونون بأحكامهم تارة يأمرون الناس أن يسجدوا لهم وتارة يأمرون بعض مماليكهم أن يفعلوا في الرجال اللواط الفاحشة قبحهم الله. ولهم أخبار غريبة تدل على زندقتهم وتدل على بعدهم عن الإسلام. ولكن المسلمين غزوهم واستنقذوا مصر من أيديهم وأزالوا آثارهم نهائيا. فإذا كان هذا شأن بني عبيد القداح فما ظنك بمن صرف حق الله جل وعلا صرفه إلى غيره بأن طلب المدد من غيره وذبح لغيره ونذر لغيره وطلب النفع ودفع الضرر من غيره. وقالوا إنه يملك الدنيا والآخرة كما وقع للوصولي في البودة حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم من دون الدنيا وضرة الدنيا التي هي الآخرة وأنه يعلم علم اللوح والقلم وأنه إذا لم يكن آخرا بيده فإنه زال وأنه مآله إلى النار. وأبطل ما كان لله فجعله للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول هذا القول وله من يؤيده ومن يأخذ بقوله حيث عطلوا الرب وصرموا محضحا فمحض حقه لغيره. فهؤلاء أولى بالكفر والشرك بأن يطلق عليهم بأنهم مشركون أولى من شرك الأولين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أدلة على ما قرره المصنف كما تقدم بيانه والله أعلم. ويقال أيضا ردا للشبهة السابقة الذين يقولون كيف تجعلوننا مثل المشركين الأولين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله. المعنى لو قال لك إنسان ممن يعبد القبر ويربح له قلت يا أخي هذا شرك قال لك يا أخي أنتم تكثرون الناس على غير بصيرة. نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم ونحج ونقرأ القرآن ونؤمن بالبعث كيف تجعلوننا مثل أناس لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا يصدقون القرآن بل يقولون إنه سحر وينكرون الله تجعلوننا مثل أولئك. تجيبهم بما تقدم تقول لهم أولا أنتم صرفتم محض حق الله لغيره. والله يقول في من آمن ببعض وكفر ببعض أنهم كفار قال أولئك هم الكافرون حقا يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لا ينفعك أنك تؤمن بالبعض وتجحد البعض سواء بسواء. فإن الذبح مثلا والدعاء لا يصلح إلا لله قل إن صلاتي ونسكي فجمع بين الصلاة والنسك هذه عبادة بدنية أي الصلاة وهذه عبادة مالية أيضا. أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم أيضا تجيب أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه يكفر. ثم تجيب أيضا بأن بني حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخره إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي ومع هذا كفرهم الصحابة. ثم تجيب تقول إن قوما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانوا معه
جعل بعضهم يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله. فأنكر عليهم عوف بن مالك فقال لأخبرن رسول الله، فذهب ليخبر الرسول فوجد القرآن قد سبقه. جاءوا معتذرين يا رسول الله إنما كنا نفور ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فأنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهم يقول إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، والرسول يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إذا ما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو جحد وحدانيته أو زعم أن لله ولد أو زعم أن لله زوجة حتى ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويحج ويصل الأرحام ويؤمن بالله، لكن يقول إن لله زوجة فهو مرتد باتفاق المسلمين. وكذلك أيضا من سب الله أو سب رسوله أو سب الدين الإسلامي أيضا فإنه مرتد باتفاق المسلمين، مهما فعل من عبادة ومهما شهد من شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه جاء ما يناقضها ويخالفها أو جحد وجوب فرع مجمع عليه أو حرم حلالا مجمعا على تحليله على إباحته أو أباح أمرا محرما مجمعا على تحريمه، فكله ضد. بل ذكروا أشياء من الكلمات حتى ولو قالها على وجه المزح واللعب فإنه يكفر بذلك. بل بالغ بعض الحنفية فيما صغر مسجد أو صغر اسم المصحف بأن قال المصحف على وجه التحكير أنه يكفر، وإن كان يصلي ويصوم ويبكي ويحج ويقوم الليل ويصوم النهار إذا جاء ساق على وجه الاحتقار والتصغير له والامتهان على تفصيل مذكور في كتب الحنفية وغيرهم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. القيم تكلم على غسل الجمعة وقال إن غسل الجمعة مؤكد، بل هو آكد من الوضوء من مس الذكر، وآكد أيضا يعني دعنا به الوتر أو أنه شبه الواجب، أكد كبير أخذا من غسل الجمعة واجب. لكن هناك أحاديث أخرى مثل ما قال الجمهور سردت الواجب إلى المستحب المؤكد، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولقول عمر أيضا والوضوء أيضا لو كان الغسل واجب لقال اغتسل قبل أن تصلي المغتسل. نعم نعم. ويقال أيضا الذين قال الله بهم يحلفون بالله ما قالوا لقد قالوا فلسفكوا واكفروا بعد إسلامهم لما سلك الله كفرهم بكلمة بعد قولهم في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون ويوحدون كذلك الناس ذلك الذين قال الله بهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هؤلاء الذين صرح الله بهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا هذا وجه المجحي، فتأملها من كبار قومهم يكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تعمل جوابها فإنهم من أنفع إلا إنه من أنفع معنى هذه الأوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
ويقال أيضا بشر المشبه المبطل. أيضا الذين قال الله هم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. المعنى أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كفروا بسبب كلمة قالوها، زعموا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب وما كفر بهذا. وذلك أيضا قولهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذهب أوف بن مالك ليخبر الرسول بما قال هؤلاء، فوجد القرآن قد سبقه نزل عليه. جاء هؤلاء الماجحون على حد زعمهم يحلفون بالله أنهم ما قالوها إلا أنهم يقطعون بها عنهم الطريق ويتحدثون حديث الركب. وقال عوف بن مالك: كأني أنظر إلى أحدهم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول لهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا وما يسنده عليه. أنزل الله: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بهذا تستدل على مشركي زماننا. إن مشركي زماننا يقولون لك: كيف أنتم تكفروننا وتخرجوننا من الإسلام ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونصوم ونحج ونؤمن بالقرآن، كيف تجعلوننا مثل المشركين الأولين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وينكرون نبوة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بيننا وبينهم فرق. تجيبهم بهذه الأجوبة، تقول لهم: الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، بل ويزعم أنه إنما قالها على وجه المزح واللعب، وما تنفع جهاده، ينفع جهاده ولا زكاته ولا صومه، لأنه جاء بما يناقض ذلك ويخالفه، كقصة هؤلاء وقصة بني عبيد القداح وقصة بني حنيفة الذين قاتلهم الصحابة لزعمهم أن مسيلمة شريكا لمحمد في الرسالة، وإلا فهم يشهدون أن لا إله إلا الله، مثل هؤلاء، ومثل أيضا الذين حرقهم علي، ومثل أيضا من آمن بجميع ما جاء في القرآن والسنة، إلا أنه جحد التوحيد بأن ذبح أو نذر أو طلب المدد من غير الله أو استنجد بأصحاب القبور وما أشبه ذلك، فإنه بفعله هذا أبطل شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه جاء بما يناقضها ويخالفها. وهذا القرآن يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنه عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا الذي عفى الله عنه قالوا إنه ابن حميد، مخشي بن حميد، لأنه سكت ولكن أنكر بقلبه وقال: قعد بي اسمي واسم أبي، إن عفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، والله أعلم.